بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. ندوة الحج. ما هي المؤثرات في العمل حتى يكون غير خالص؟ مثل يعني أي أعمال ممكن تدخل على العمل فتفسده أو تضعف خلوصه لله تعالى؟ مثل ماذا؟ إذا كان مثلا إذا كان العمل مؤسسا على الشرك، فهذا أساسه باطل من الأصل، ولا يذهب منه إلى الله شيء، ولا يثاب عليه صاحبه. أما إذا كان العمل أصله لله عز وجل، والإنسان متجه إلى الله عز وجل، لكن يدخل قلب صاحبه شيء من الرياء وحب ثناء الناس عليه، فهذا يعتبر مفسدا للعمل، لأنه عرض للعمل فأفسده، كعارض المرض الذي يعرض للثمرة ويعرض للجسم ويعرض، فإذا استمر معه فإنه يفسده ويبطله، لأنه عارض خطير. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ثلاثة قاموا بأعمال هي من أجل الأعمال، ومع هذا سحبوا إلى النار على وجوههم. لماذا؟ أحدهم كان يقاتل وظاهره أنه يقاتل في سبيل الله، وقتل، فيؤتى به يوم القيامة فيسأله الله عز وجل فيقول قاتلت فيك وقتلت، فيقول الله كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء أو هو شجاع وقد قيل. والثاني يقول يسأله الله عما أتاه من المال، ماذا عملت به؟ فيقول ما تركت شيئا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه، فيقول الله كذبت ولكنك أنفقت ليقال هو جواد وقد قيل، فيؤمر به إلى النار. والثالث جاء متعلما ومعلما ويسأله الله عز وجل ماذا عملت بعلمك؟ فيقول يا ربي تعلمت فيك القرآن وعلمته، فيقول الله كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. فهذا مما يدل على أنه ليس المعتبر صورة العمل. وكذلك قد يكون الإنسان يعمل عملا ليس فيه شرك ظاهر وليس فيه رياء، ولكنه يقصد به طمعا من مطامع الدنيا وحطام الدنيا، وهذا عمل باطل وصاحبه في النار، كما قال سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الهجرة من أفضل الأعمال، ولكن إذا كانت نية صاحبها طمعا من مطامع الدنيا فإنها لا تنفعه عند الله شيئا، كما جاء في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.